ده حضرتك لو انا راجعه من سفر مثلا او من مشوار، او كنت موديه ابني او بنتي المستشفى الساعه 4 الفجر وعديت على لجنه ومفيش فيها الا ضباط رجاله، تشوف الضابط من حقه ان هو يقول لها ارفعي النقاب ويشوف البطاقه ويتاكد ان الصوره اللي في النقاب هي عادي. او الصوره اللي في الصوره. والضابط برضه من حقه يامرك ان انت تغسلي وشك عشان تشوف الحقيقه.